دكتور مصطفى مدبولي النهارده في مؤتمر صحفي مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني. مدبولي: نخطط لتقوية النقل البري والبحري مع الأردن لتسهيل انتقال الصادرات. خلوا بالكم العنوان ده والتفاصيل الخاصة يمكن بهذا الأمر. حضراتكم عارفين كان سيادة الرئيس في ميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر وقت الافتتاح. افتتح سيادة الرئيس تم عرض من الفريق كامل وزير المشروع المهم جدا جدا، النقلة الكبيرة اللي جاية، طابة العريش، خط اللي هيربط ما بين طابة، نتكلم على طابة إلى ميناء العريش، الربط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط، خط سكة حديد. هيكون ميناء طابة ميناء محوري مع الأردن، مع العراق، مع دول مجلس التعاون الخليجي كلهم. الميناء المحوري ده البضائع هيكون خط التجارة العربي، هيكون محوره فين؟ ميناء طابة. دولة رئيس الوزراء النهارده بيتكلم على ده مع الأردن، لأنه هيكون ميناء العقبة، تصل البضائع إلى ميناء العقبة الأردني، ثم نقل هذه البضائع الناحية التانية إلى ميناء طابة في مصر، وبالتالي ثم نقل البضائع حاويات وغيرها وبضائع إلى من طابة برا سكك خط سكة حديد إلى ميناء العريش. ميناء العريش اللي بيتم تطويره هيكون ميناء ضخم جدا بسم الله ما شاء الله، ثم بعد ذلك نقله إلى أي مواني بقى بحر المتوسط، وأيضا ممكن تمتد إلى ميناء بورسعيد، لأنه خط السكة الحديد هيربط طابة العريش الفردان رايحين بير العبد، ثم بورسعيد إلى أنفاق تحيا مصر إلى القاهرة إلى أي مكان آخر، يعني تربط هذه المنطقة بالكامل زي ما حضرتك بتشوف كده. آدي ميناء طابة نقلا إلى العريش زي ما حضرتك بتشوفوا كده، وكل المناطق اللي حضرتك بتشوفوها إلى بير العبد بالوزة رايح الفردان، ثم بورسعيد أنفاق تحيا مصر تعدي الناحية التانية إلى غرب قناة السويس. كل ده هو خط التجارة العربي، وهو أهم خط أو من أهم الخطوط اللي بمصر بتشتغل عليها النهاردة، وكان ده محور مباحثات النهاردة رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء الأردني، وكمان الفريق كامل وزير مع وزير النقل أيضا الأردن. زي ما بقول لكم هو ده التعاون اللي جاي في الفترة الجاية، وتم التنسيق أيضا مع وزراء النقل في الدول العربية لحركة التجارة ما بين مصر والدول العربية، لأن أنت كمان تقدم خدمة إضافية لأشقائنا العرب، البضائع بتاعتهم كلها يتم نقلها وصدرتهم عبر الموانئ المصرية. بنتكلم هنا على طابة العقبة، طابة ثم طابة العريش إلى البحر المتوسط زي ما أنت عايز خلاص، ثم الربط ما بين قارة آسيا مع قارة إفريقيا، وإحنا كمان نكون منفذ لأشقائنا العرب إنه كمان تجارتهم تنتقل للقارة الإفريقية وللعالم سواء أمريكا أو دول الاتحاد الأوروبي. عشان كده بقول لحضراتكم مهم قوي الكلام اللي قاله رئيس الوزراء النهاردة، وكمان دكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني أيضا اتكلم على هذا التحرك اللي بيشتغل عليه مصر والأردن، ومعانا كمان العراق، لأنه كمان هيكون في قمة ثلاثية كما أعلن دكتور بشر الخصاونة النهاردة، بين قمة ثلاثية مصر الأردن العراق هتكون في مصر قريبا كما أعلن في المؤتمر الصحفي النهارده.